في الكارما العلاقات في عندنا كارما الحرية. الحرية مهمة جدا، ربنا خلقنا أحرار، كل إنسان من حقه مخير وإن هو يمارس حريته، فما ينفعش إن إحنا في تعاملاتنا نسلبها من بعض. البني آدم لما بيتعامل كده مع الآخر بترجع عليه كرمته وبيتسلب منه حريته. يعني مثلا لو قلنا في مثلا الأم والأب وولادهم لما يمنعوهم إن هم يمارسوا حريتهم ويجبروهم إن هم يدخلوا كلية معينة اللي هي بيتقال عليها كليات القمة، وبصراحة أنا يعني عندي اعتراض كبير قوي عن كليات القمة اللي هو بقينا كلنا مبرمجين عليها، علشان القمة هي القمة اللي بنوصل لها لما نفعل شغفنا، القمة اللي بنوصل لها لما بنبدع، لما بنعمل حاجة اللي احنا عايزينها، لما بننجح. القمة مش ان احنا اسامي كليات. وعلى فكرة سبب انه في بعض الدكاترة مثلا والأطباء فيهم فشل، عندهم فشل والأخطاء كتير، هو سبب الثقافة دي، إن في كتير بيكرهوا ولادهم يدخلوا المجال الطب أو الهندسة إن هو كليات القمة، وهم مش بيحبوها، يعني هم متفوقين لكن مش مجالهم، فأخطائهم هتكتر فيها. يعني كل ما الإنسان ما بيحبش حاجة أخطائه بتكتر، وده بينتج لنا طبعا، إحنا بنشوف أخطاء دكاترة ومهندسين وحاجات كتير جدا. فمهم جدا إن إحنا ما نكرهش حتى ولادنا، يعني ما تعملش معاهم لأنهم ملكية خاصة، هم مش ملكية خاصة، لازم يبقى لهم الحرية، لازم يبقى لهم حياتهم، لازم يبقى لهم اختيارهم. يعني إحنا أوكي نيتنا خير إن إحنا عايزين ولادنا أفضل، بس حتى في دي كرمتنا هترجع علينا. يعني رغم ان نيتنا خير احنا بنحرمهم يمارسوا حريتهم، فكارما هترجع علينا ان احنا نتحط في موقف ما نعرفش نمارس حريتنا.